مقدمة العلامة ابن خلدون، كتاب قد حوى درر المعاني وبحر فوائد للمقتنيه. فلا تعجب لهاتيك المباني، فإن البحر كل الدر فيه. الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو تاريخ وحيد عصره العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العبد الفقير إلى الله تعالى الغني بلطفه عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي وفقه الله: الحمد لله الذي له العزة والجبروت، وبيده الملك والملكوت، وله الأسماء الحسنى والنعوت، العالم فلا يغرب عنه ما تظهره النجوى أو يخفيه السكوت، القادر فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض ولا يفوت، أنشأنا من الأرض نسما، واستعمرنا فيها أجيالا وأمما، ويسر لنا منها أرزاقا وقسما، تكنفنا الأرحام والبيوت، ويكفلنا الرزق والقوت، وتبلينا الأيام والوقوت، وتعتورنا الآجال التي خط علينا كتابها الموقوت، وله البقاء والثبوت، وهو الحي الذي لا يموت. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل المنعوت، الذي تمخض لفصاله الكون قبل أن تتعاقب الآحاد والسبوت، ويتباين زحل واليهموت، وعلى آله وصحبه وأصحابه الذين لهم في صحبته وأتباعه الأثر البعيد والصيت، والشمل الجميع في مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتيت، صلى الله عليه وعليهم ما اتصل بالإسلام جده المبخوت، وانقطع بالكفر حبله المبتوت، وسلم كثيرا. أما بعد، فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال، وتشد إليه الركائب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، وتتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار،